هذا وعد هذا وعد بوتينكي ما تسكت بعد. شباب هجوم هجوم هجموا علينا. شغل الانذارات. الله اكبر. انا على ابوكم. طلع يا جبناء لا تبقوا لابدين بالبيت. يا إيطالية محافظ بوشينكي محصور بالبيت. اللي ببيت المحافظ إذا تسمعوني إلكم 10 ثواني حتى تسلمون نفسكم. إذا خلصت 10 ثواني وما مسلمين نفسكم راح نقتحم البيت. يا محافظ بوشينكي الجبان اطلع. شباب ابقوا ثابتين، راح نظل ندافع عن بوشينكي لآخر نفس. بوشينكي ما تخضع لا ليسنايا ولا غيرها. افتوا شباب. يا سيادة العقيد إحنا محاصرين وعددهم أكثر من عندنا بهواية وما نقدر نقاوم. خلص شباب للأسف راح نضطر نستسلم وراح أطلب منكم تذبون أسلحتكم. يلا أخوان الكل تذب أسلحته، ما أريد واحد عنده سلاح. يا يسناي نعلن استسلامنا ونريد نتفاوض. تعال تقدم. أنت محافظ بوشينكي؟ أي نعم أنا. ونعلن استسلامنا بشرط واحد. أي بالله وشنو شرطك؟ أنتم جايين على هدف واحد هو المحافظ وأنا جاي أسلم نفسي وتقدرون تعدموني بشرط تتركون باقي حمايتي يعيشون. هذا شرطه خليه في ايدك، راح عدمك انت الاول وراك حمايتك. اقعد. هاي راح تصير عبره لاي واحد يندق بيا سنايه. صوبت راجعوا بالبيت. هجوم يا جيت جورج بول. شباب انتبهوا ورانا غدرنا. يا شباب فجر السيارات. لا تبقون ولا واحد فيهم. كفو جيت جورج بول. ابطال والله ابطال. شباب تجمعوا يم المحافظ. الحمد لله على السلامة محافظ بوشينكي. والله أول ما سمعنا بهجوم يا سناي عليكم حشدنا جيشنا وجينا. والله وكفوا منكم، ما توقعنا واحد راح يجي يساندنا بهذا الموقف. أكيد نساندكم في هيك وقت لأن ما ننسى فضل بوشينكي بتدمير جيش راس هوك. زين أنتم شنو استفاديتم من دمرنا جيش راس هوك؟ يا معود كانوا يوميا بقول لوت حياتنا ويشردون. والله وكفوا يا جورج بول، أنقذتونا بلحظة كلش حرجة كانت. يا جيش جورج بول نقدر نجمع اللي بقوا من جيش بوشينكي وبمساعدة جيشكم نقدر نهجم على يسنايا ونسقطها. ها انت اللي علمت بوشينكي وقت الفزع شلون الثور. ها انت اللي علمت بوشينكي وقت الفزع شلون الثور. ها انت اللي علمت بوشينكي وقت الفزع شلون الثور. عاشت بوشينكي. عاشت جورج بول. عاشت بوشينكي. يا جيش بوشينكي وجورج بول، اليوم اجتمعنا على هدف واحد وهو احتلال يسناي واعدام محافظها الجبان وقتل كل من تجرأ بالهجوم على بوشينكي. يسناي اليوم ستكون عبرة لباقي محافظات إرينجل. تم الاستعانة بمدرعة K21 بهذا الهجوم. بوجود هذه المدرعة ستكون عملية اقتحام السيطرة الرئيسية ليسناي بسهولة. بعد اقتحام سيطرة يسناي ستنتشر قوات بوشينكي وجورج بول في يسناي. هذا منو دق تليفونه؟ مو قلنا النقالة صامت؟ حقيقة ترنيه وفتشهم واحد واحد.
اي واحد نقاله عام اعدمه. اسف سيدي يا ابو مبايضي. الله يطيح حظك حط الصامت. وبالنهاية سيتم محاصرة بيت محافظ يسناية بالكامل وممنوع منعا باتا قتله. انا اللي راح اتكفل بهذا الشيء. اكو واحد عنده سؤال؟ لا سيدي. لا سيدي. سيدي انا عندي سؤال. انت شب بابا يلا الكل ترفع اسلحه لي فوق وترمي. عاشت جورج بول. عاشت ووتشينكي. عاشت جورج بول. شباب لا تخلوهم يعبرون السيطرة. ووتشينكي. ممنوع واحد يرمي الا باشارتي. صار سيدي. هيا خوانا ذبوا سلاحكم. اخر انذار ذب سلاحك لا نرميك. يا محافظ يسناية بيتك محاصر وجيشك انسحق ذب سلاحك وارفع ايدك. استسلمنا استسلمنا لا حد يرمي. تدق بوشنكي ها شلون تريد نعدمك؟ يا محافظ بوشنكي خلني اتفاوض لا تتسرع بالامور. سيدي بس اعطيني الاشارة خلنا ارمي هذول الخوانة. عقيد طرنيهم واذا واحد يرميهم فهو انا انتظر. خرب حظ لو تخليني ارميهم. خرب حظك لو تنتظر شوي. منو تردون ابدي بي يا اللي يريد يموت اول واحد. ما اريد نموت تريد نتحالف وياكم. عاشت يا سنايه. ابلع ابو عاشت يا سنايه ارموا. كافي شباب كافي كافي. حمايه وراي تعالي. يا جيش بوشنكي وجورج بول اليوم تم بنجاح اسقاط يسناية وقتل محافظها. واعدام كل خائن وكل من تجرأ بالهجوم على بوشنكي. باتحاد قوات بوشنكي وقوات جورج بول. اليوم ستكون بداية تغيير خريطة إيرينغل. يسناية كانت عبرة لباقي المحافظات وكل من يتجرأ على التجاوز على حدود جورج بول أو بوش. وهاي رسالة أقدمها إلى باقي محافظات إيرينغل. أما الخضوع لسلطة قيادة بوشنكي أو أنتم أعداء إنه وراح يجيكم السرة. بوشنكي ما راح تنسى موقف جورج بول بمساندتها إنه، وأتمنى هذا التعاون راح يبقى مستمر بالمستقبل. أخوان مستعدين إلى بداية ثورة بوشنكي؟ مستعدين. هذا القصف اللي جاي يصير ما يخوفنا. إحنا اللي دمرنا روزوف ودمرنا يسناية، ما راح يخوفنا مثل قصف جبان من باقي محافظات. يا أخوان جهزوا أسلحتكم. نريد نرمي بصوت واحد ونسمع باقي المحافظات من أرض يسناية. يلا الكل تستعد انتظروا إشارتي. الكل اجر أقسام استعدوا ارموا.